نبتدي من فين؟ نرى من الأول من عدد واحد ونأخذ لغاية عدد نقرأ 13، يعني من واحد لغاية نقرأ يعني عدد 13. برضو اللي يقرأ عربي يقرأ معايا، واللي يقرأ إنجليزي يقرأ معاكم، وأنتوا كلكم إنجليزي دلوقتي. بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم. تفضلوا. أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسب ما الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. الذي صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح. حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، لذلك أطلب أن لا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل وجودنا في حضرتك الإلهية. يا رب نشكرك، يا رب نشكرك لأجل هذه النعمة الغنية التي نحن فيها مقيمون. ليتبارك اسمك يا رب، ليتمجد اسمك. احفظنا من الشر لئلا يتعبنا، نجينا من الشرير. تكلم إلينا رب لكي نمجد اسمك في حياتنا وفي كلامنا، ليضئ نورنا هكذا قدام الناس حتى يرى الناس أعمالنا الحسنة فيمجد أبانا الذي في السماوات، لأنه هو ده المطلوب من وجودنا هنا، تمجيد الرب. نمجد الرب بأقوالنا، بكلامنا، بسلوكنا، بحياتنا. مجدت وأمجد أيضا، ليتمجد اسمك يا رب. ننتظر بركة أيها السيد، ولاسمك كل المجد. آمين. دلوقتي حاجة طبيعي خالص إن الأمم شركاء في الميراث، لكن ده موضوع ما حدش كان يتخيله زمان أيام الأمة اليهودية لما كانت موجودة. الأمة اليهودية يدوبك ممكن تقبل أن الأسباط كلهم يكونوا مع بعض، اللي هم يعقوب وعياله، يعني أولاد يعقوب اللي هم الأسباط. لكن تقبل واحد أمم يدخل فيها إزاي؟ مع أن ربنا دخل فيها أميين، لكن الفكرة دي يعني لا يمكن تخطر ببال يعقوب وبيته اللي هم حاليا بيسموهم اليهود. لا يمكن تخطر ببال حد ان ده يحصل في يوم من الايام.
دلوقتي بالنسبة لنا عادية جدا خالص يعني. بالعكس ده اليهود هم الغلابة دلوقتي مش الأمم. يعني الكنيسة انتشر في الأمم باتساع رهيب. ما فيش نسبة بين تعداد المسيحيين عموما سواء اسميين أو حقيقيين وبعدين تعداد اليهود، ما فيش نسبة خالص، ما فيش أي تناسب ولا واحد على الألف حتى، ما فيش. فالدنيا اتقلبت كلها. ليه؟ لأن دي إرادة الرب، إن جسد الرب مش بس من اليهود لكن من الأمم، والأمم قبلوا كتير، فجسد الرب مش عارف أقول نمرة كام، 999 في الألف أمم، واحد في الألف يهود، ما أقدرش، ما حدش عارف يحدد يعني. لكن طبعا في بداية الإنجيل كان العكس، أول 3000 كانوا كلهم يهود، آخر أول 5000 كانوا كلهم يهود، في لما دخل كارنيليوس وحده، وبعدين بولس الرسول بقى ربنا أكرم ودخلنا العالم كله، نشكر الرب. فنقدر نفهم الكلام ده لما نبقى عارفين الحقيقة دي، دي كانت معجزة وقتها. دلوقتي بولس بيفسر بقى، أفسس من الأمم، فبيفسر لهم إن مكانكم مش أقل من اليهود. ما تبقوش شاعرين كده إن عيب إن مؤمن يكون أممي، لا عيب ليه؟ زي قالكم أنتوا، زي ما قالنا إحنا. وبولس كان من ضمن اللي لازقين فيه وبيخدموا معاه لوقا. لوقا ده أممي مش يهودي. واحد اسمه تيموساوس مخلط، يعني أمه يهودية وأبوه أممي، لكن لوقا ده كله أممي وأصدقاء أميين. لما بعت إنجيل لوقا هو كاتبه لصديقه اسمه فيليثاوس، ده اسمه أممي. العزيز فيليثاوس يعني كان راجل مشهور في الحكومة، العزيز يعني المكرم يعني. وعمل الرسل بعته الواحد أممي نفسه هو فيليثاوس برضه. وربنا الحقيقة فاتح قلب بولس بحيث اللي هو كان أكتر قلب متعصب فاتح يكون كارز للأمم. حاجة معجزات عجيبة جدا بيعملها ربنا. فهنا بيكمل كلام احنا خدنا 6 المرة اللي فاتت، انه قال لهم ان الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. إيه موعده؟ اللي هو هذا الموعد هو لكم ولأولادكم والذين على بعد الروح القدس. والموعد الثاني القداسة، أنك لما تحضر الروح القدس تتغير فتتقدس كما كل فرد قبل الروح القدس. فالقداسة الداخلية تنمو فيك، الإدراك الروحي ينمو فيك، النمو الروحي يحدث ليك، تبقى خليقة جديدة في المسيح يسوع، زي ما حصل مع بولس الرسول نفسه لما تقابل معاه الرب عند أبواب دمشق. أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعدي في المسيح يسوع الذي صرت أنا خادمة له. مين خادمة لمين؟ ليسوع المسيح. بولس لقبه خدام يسوع، تلقب إيه؟ أعظم شرف اللقب ده، خدام يسوع. خدام يسوع ده يعني بيعمل إيه؟ يعني وظيفته يخدم يسوع، يريح يسوع. إيه عايزه يسوع؟ لا يشاء أن يهلك أحد. خلاص خدامك يسوع، أخرج العالم كله، أكرز بالإنجيل الخليقة كلها عشان لا أحد يهلك، أبلغ الرسالة. أنا مش ضامن، مانيش لازم بالعافية أجيب الناس، ما أقدرش أجيبهم، أروح قدس اللي يجيبهم، لكن لازم توصلهم بشر، فأنا بوصل بشر. وده كلام ربنا قاله للحزقية وقاله لكل الأنبياء، أنت ما عليكش أنك أنت تخلص نفوس، ما حدش يقدر يخلص نفوس، اللي بيخلص هو الله، بس أنت عليك أنك الكلمة اللي ادها لك تقولها بس خلاص.
مش مطلوب منك اكتر من كده، اكتر من كده ممكن تكون راعي امين يسالوك تجاوب كده، لكن انت مش مسؤول عن خلاص نفس. مين يخلص الا الله؟ يسوع لان يخلص شعبه من خطاياه. ف هنا بيقول الكتاب عن بولس، هو بيقول عن نفسه انا خدام الله خادما للانجيل. وبخدم الانجيل ازاي؟ ده احنا دلوقتي في عدد 7 اللي صرت انا خادما له ازاي؟ يقول حسب موهبة نعمة الله المعطى لي، يعني مش حسب دراساتي الخاصة. ما تنفعش دراساتك يا بولس الخاصة، مش حسب رأيي، ما ينفعش رأيك برضه، لأن دي رسالة الحياة الأبدية. مين يعرفها؟ ما يعرفهاش إلا الله بس. والروح القدس هو يعمل مع المبشر. لو أنت بعيد عن الروح القدس هيشتغل معاك إزاي؟ لابد أن يكون في تحالف وتآلف، والروح القدس يملأك لكي الروح القدس يأخذ الكلمة اللي أنت بتنطق بها من فمك مشورة الله ويوصلها للناس فيخلص الناس. فده عمل الله، عمل الله ما يمكنش يجي بواسطة إنسان بس، ما ينفعش. لو أي إنسان لم يقبل المسيح مخلص لحياته وقعد يبشر يبقى نحاس يطن وصنج يرن، كلام فارغ كله بيقوله، ملوش فعالية، لأنه لم يستمتع بالحياة الجديدة. بعد الحياة الجديدة يستمتع بالإرسالية، أن ربنا يرسله للخدمة. مش كل المؤمنين ليهم موهبة الوعظ أو موهبة التعليم، مش كله، ومش كله يعلم كله كمان، لكن دي تصنيف إلهي، اختيار إلهي، يبعث الرب إنسان معين لمكان معين. مين يعرف كده؟ الإنسان اللي مبعوث، وطبعا المكان المرسل لهذا الإنسان بيقبل هذه الإرسالية. لو ما قبلهاش يبقى مش مبعوث هناك، يبقى توهم الراجل أو الست. فالروح القدس بينظم العملية كلها. زي الحقيقة لما سمعتها أنا عن السودان استغربت جدا، لأن السودان ما كانش فيه تبشير كتير بالإنجيل. وبعدين لما رحت الإرسالية الأمريكية هناك بشرت العاصمة والمدن الرئيسية، اللي ما تقدرش توصل بعيد كده أوي. لكن في بقعة في السودان صعب جدا الوصول إليها، مسيحية. فسألت الناس هو مين بشر دول؟ دي فوق الجبال وحتت يعني إيه، كهوف وحاجة، أنا ما خدونيش ليه، خافوا عليا. كنت أتمنى أزور الحتت دي، خدوني حتت معقولة شوية. فطلع إن ربنا أرشد 2 رهبات بروستانت، يعني 2 خصصوا نفسهم لخدمة الله، ما انجوزوش ولا حاجه، في دير في استراليا، وقال لهم روحوا السودان لقبائل النوبه وبشروهم، والحكومه مش دينها بحاجه خالص. فوجئت ان جماعه الوثنيين بتوع النوبه دول صار اغلبيه مسيحيه، من وقت ده بيضربوا فيه موتوه. الوثنيين طبعا ما يهمهمش، وهم نفسهم وثنيين اصحاب الحكم يعني. حاجة غريبة من استراليا، الرب قال لهم كده. طبعا ده كلام زمان ما شفتهمش ولا اعرف مين دول، لكن انا اعرف ان جبال النوبة بتجتمع في الكنائس، وعندنا من اهم الناس المتقين الرب اللي بيجتمع في كنيستنا هناك في الخرطوم البحرية جبال النوبة. مين بشرهم دول؟ 2 راهبات، 2 ستات. ف التبشير دي نعمة غنية جدا، بس اللي يسمع الصوت يطيع، ما يسمع الصوت ما يقعدش ايه يرسل نفسه، ما ينفعش. كل واحد ليه موهبة وليه إرسالية بحسب الموهبة بتاعته. في واحد للتدبير، في واحد للتشجيع، في واحد للصلاة، في واحد للتأملات، كل دول مرسلين من الله، وفي واحد للتبشير. طيب،
فهنا بيقول بولس ان الذي انا صرت انا خادما له حسب موهبه نعمه الله المعطاه لي حسب فعل قوتي. وهنا كذا حاجه. اولا الارساليه تاتي من الله وتاتي باعطاء الانسان موهبه بناء على نعمه الله حسب موهبه نعمه الله المعطاه لي، يعني ياخد موهبه من ربنا بالنعمه مش لكفاءه شخصيه. ده عنده شخصيته قويه ينفع، ما فيش كلام عند كده زي المسيح، عند المسيح ما فيش كلام زي كده خالص زي العالم. لا، لما اختار المسيح اختار ولا واحد منهم عنده شهاده، شويه صيادين سمك، ايه الشهاده اللي عنده ده؟ ما فيش. ودول فتنوا العالم كله مع كل الحكمة الرهيبة اللي مال العالم في الوقت ده. كان في اليونانية حاجة اسمها غنوصية كانت مالية دماغ الناس كلها، ودي ضد المسيح. قسموا الإنسان روح وجسد وقالوا إنه مش ممكن الجسد يكون خير، الجسد كله شر والروح كلها بر، فمش ممكن الله يدخل في جسد، فهدموا المسيحية. يخوي المسيحية بتقول الله ظهر في الجسد. فلما المسيحية طلعت الغنوصية اتشالت لأنهم شافوا القوة اللي كانت بينادي بيها الرسل والتأثير الحقيقي لإنجيل المسيح. فهذه النعمة بتعطى بشخص الروح القدس، موهبة نعمة الله المعطاة لي وبقوة الله، يعني الفعالة في الكرازة والبشارة والحماية وكل شيء. يقول كده حسب فعل قوته، شو قوة ربنا شغالة في بولس بحيث انه كل خطوة يمشيها فيها نفس تقريبا، انا ما اعرفش عدة، هو ما عدش ما اعرفش، لكن الحقيقة فتح العالم كله بولس وبرنابا، العالم كله فتحه. بيقول عن الموهبة دي أنا مش خدتها عشان أنا أحسن واحد. أحسن واحد، أحسن واحد في إيه؟ ده أنا اضطهدت كنيسة، أنا أقدر أحط نفسي قدام بطرس قدام يوحنا قدام يعقوب؟ ما أقدرش خالص، ده أنا ياما بهدلتهم وكنت حافظ ثياب استفانوس لما اتقتل أول شماس ينتخب. لكن بيقول هنا ادهاني أنا أصغر جميع القديسين، يعني أصغر جميع القديسين. أولا قديسين يعني أي إنسان مسيحي قديس، يعني أنا أصغر واحد في المسيحيين. كنيسة كورنثوس يقول لك إلى القديسين الذين في كورنثوس، عندهم بلاوي بولس ضربهم لما كسرهم وتابوا ورجعوا. فقديس يعني ابن لله، بس ما دام معنى بتاع قديس، مش قديس يعني واحد عامل معجزات، لا، قديس يعني معجزات دي حاجة درجة متقدمة. أيوة قديس، بس اولا بدايه القداسه التقديس يعني مخصص، مخصص لمين؟ للرب. ده اسمه قديس، قديس للرب، ده قديس للرب. الله قدوس، قدوس، لكن احنا مشابهين صوره ابنه فاحنا قديسين. فهو لي انا اصغر جميع القديسين، يعني انا اصغر واحد مؤمن، معناه كده بالظبط، مش معناه بيفتخر، لا، انا اصغر واحد مؤمن. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة، اداني أنا عشان الأصغر، وربنا بيحب يشوف الأصغر ويديله. ليه الأصغر ما بيقدرش يعمل حاجة غير لما ياخد حاجة من أبوه وأمه؟ هذا نعمل إيه؟ يعني واحد موظف ما بيلاقيش بيروح لأبوه يقول له اديني فلوس، لكن واحد لسه بيبي عنده سنة اتنين ما يقدرش يتصرف بنفسه، يروح لابوه في امه كل حاجه. وداود وصف الحكايه دي لك كفطيم نحو امه، انا عامل زي الفطيم لازق في امي. فربنا بيدور على الاصغر اللي هو يعني ما يقدرش يتحرك الا بمعونه الهي ويعينه الرب ويبارك الرب. بولس بيعتبر نفسه اصغر واحد،
لي أن أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. حاجة طبعا معادلة عجيبة جدا. ربنا ما بيشتغلش بالعقل البشري لأنه هو مش بشر، هو عقله مش عقل بشر، هو مش ابن آدم، احنا كلنا أولاد آدم بنشتغل زي آدم، لكن هو مش كده، لأن القرار بتاعه مثلا إنه كل الأمم على بولس وبرنابا، وإن كان أنا بيقول واحد هو فعلا واحد، لأنه بعد كده كل واحد انفصل، بولس حتة وبرنابا في حتة، وكله أورشليم اللي هي إيه؟ اللي هي ولا حاجة بالنسبة للأمم، إيه أورشليم دي؟ عليها باقي التلاميذ كلهم. صحيح طلعوا إرساليات دي مش مذكورة في الكتاب المقدس لكن معروف في التاريخ يعني، لكن بولس وحده يخصصه ربنا لخدمة الأمم يديله قوة الرهيبة دي، إيه ده؟ حصل فعلا، وأنجح خدمة هي خدمة بولس الرسول، لأنه كان في كل شهر كنيسة، كل شهر كنيسة، كل شهر أو ممكن كل أسبوعين كنيسة، رحلات متوالية، كل رحلة بكذا كنيسة. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. مع صعوبة هذه الخدمة نقولها عشان الخدمة سهلة يبقى كفاية بولس، لا دي صعبة قوي، لأن اليهود عندهم وعد بالمسيح، عندهم صفات للمسيح في العهد القديم، عندهم أخبار عنه في العهد القديم، عندهم آيات كتيرة عنه. الأمم ده ما عندهش حاجة خالص، ده عنده شوية أوثان. إزاي ربنا يدي الأمم كلهم الواحد إداها كده لبولس؟ حكمة إلهية جدا عجيبة. ليه؟ لكي يكون المجد للرب. عشان كده لما في الحرب بتاعت جبعون بتاعت جدعون متأسف بتاعت جدعون قعد ينقصله الجيش، الجيش اللي معاك ده كتير قوي، ايه ده قد ايه؟ ده 32,000، طب ما دوكم 3 مليون. لا 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 مش عايز دول، لغايه لما نقصله 300 بغير سيف، 300 معهمش سيف، معهمش سيوف. طب ده جيش ايه ده؟ وراح يعمل مزيكا ولا اي مره جيش عمل مزيكا انتصروا؟ حصلت يعني هو شفاط ده يجرى معاه ايه؟ معاه جره فاضيه ونور جوه الجره. ايه المنطق الغريب ده؟ ده جيش ده؟ التلت مليون ضربوا بعض وقتلوا بعض. ربنا عمل حاجه نفسيه عندهم، لما اتكسر الجدار عملت صوت كبير مع بعض مره واحده، صوتوا السيف للرب واجي والجدعون، كسرت الجدار والانوار ظهرت في وسط الليل، ارتعبوا وهم بيجروا يجروا على بعض عشان خايفين من الجيش الرهيب اللي جاي وراهم، مفيش حاجه وراهم خالص، لغايه لما فان الجيش. ايه ده؟ ربنا، فربنا ادى بولس هذا الادراك الرهيب. كل شويه يروح بلد ما ياخدوش 3-4 كوره، بعد كده بقوا كنيسه، بقوا كنيسه، بقوا كنيسه، مالت العالم المعروف وذات ملك كنايس. شوية برنابا ابتدى معاه، وبعدين برنابا خد مرقس وربنا نجح خدمتهم، وبولس خد سيلة ربنا نجح خدمتهم. وأنير الجميع، مش بس أنا بكرز بالخلاص عشان الجميع يخلصون، دي إرادة ربنا والحق يقبلوا، لكن أنورهم. ولازم النور، لازم النور، لازم النور، واللي بينور ده أكاديمية كبيرة بشكل. الشيطان يشتغل في الظلمة، تحب الظلمة، والرب نور العالم. وكل ما إنسان يتنور، اللي اشترك في إنارته اللي هو استخدمه ربنا في إنارة هذا الإنسان، ربنا رفعه جدا، لأنه
صار هذا نورا لأنك أنت أطعتني، أطع الرب يعني، وتقدمت وكلمته، ده نور. نور دي عجيبة جدا. احنا عايشين في جو رهيب دلوقتي في البلايين اللي بترجع من الإسلام للمسيحية. ايه ده، احنا فين؟ احنا فين؟ البابا الأرثوذكسي اسمه ايه، سوري، حد فاكر اسمه؟ نعم، تودروس الثاني، اه، نجح بعجوبة انه يخلي السعودية تقبل بناء كنيسة عليها. هذا كان محرم من ايام محمد لغاية الاسبوع، ممنوع تبنى كنيسة في السعودية. ليه؟ ده النبي اتولد فيها ومات فيها، مفيش كنيسة تتبني، لازم تبقى مظلمة كده كلها. ايه اللي حصل؟ كان هذا الاقتناع يستحيل يحصل، الا ان اكيد الملك ابتدى يشك في الموضوع من كثر الاذاعات والكلام والكلام والكلام، شك في حقيقه الاسلام، واللي مش مستحيل كان يقبل، يقبل ازاي؟ ده اسمه خادم الحرمين الشريفين يبني هناك، ده في حتت لو دخلها مسيحي يعني يبقى راح خلص خلاص، مكة والبتاع والحتة دي إسلامية القوي دي، يبني كنيسة. ايه ده، الدنيا بتتغير، تتقلب الدنيا. فهنا بقى بيقول كده بولس، أنير الجميع، يتنور الواحد، يا نورت. ايه اللي نور؟ الذهن نور، أن المسيح هو الله الحي الحقيقي وحده، نورت. ده رسالة بولس الرسول، بيخدم الرب الرسالة دي في كل حتة يروحها، ليس سوى يسوع في كل حتة، منه باثنين ثلاثة أربعة خمسة، بقت العالم كله المسيح الوقت. للأسف الشيطان دخل وخلى العالم كله المسيح، بس في مسيحيين مزيفين كتير. لكن في الأيام الرسول بولس كانت الكنيسة الأمية أقوى بكثير جدا من الكنيسة اليهودية. بولس تنبأ الحكاية دي، يعني خدها في المؤتمر إن شاء الله، تنبأ أن هيحصل نكسة للكنيسة، والنكسة بانت من سفر الرؤيا وهو بيكلم الكنائس السبع، كل واحد ليه غلط ما عدا اثنين أفتكر، يعني الحكاية ابتدت تهبط، لأنه الأمانة مش مستمرة في النفوس والنور مش مستمر، فبتظلم الأذهان، بتظلم، أظلم قلبهم الغبي. ده عن الشيطان وولاده، ده بيردي علينا احنا برضو، عشان كده المسيح اللي صار وصل له لئلا تدخلوا في تجربة. ايه التجربة دي؟ احنا نظلم تاني، نظلم، ايوه، ما الطائفة دي جات من فين؟ كلها جات من الظلمة، كلها من الظلمة، فيش أي نور في الطائفة دي خالص. المسيح عبارة عن رأس وجسد، طب فين الكاثوليك الفوق ولا اللي تحت ولا الوسطاني؟ كلام فارغ ده، ما هو المسيح رأس وجسد، جسد الكنيسة، فين البروستانت؟ كلام فارغ، فين الأرثوذكس؟ كلام فارغ، لا يقبله أي إنسان عاقل، دي ظلمة. تيجي على الفكر كده تخلي الإنسان يعتمد على تاريخ بيته، يسميه تقليد بقى، يقول لك التقليد أهم من الإنجيل، الكلام ده كله أنا سمعته، التقليد أهم من الإنجيل، ويركن الإنجيل، اوعى تخلي ناس تقرأ الإنجيل، خليه باللغة اللي هي عندنا اللي هي مش معروفة خالص دي، اللاتينية في الفاتيكان والإبطية في مصر، محدش لا فاهم لاتيني ولا إبطي، أيوه كده كويس، عشان يرجعوا يسألونا وإحنا نديهم على وشهم. ويا ما حرموا ناس ويا ما بهدلوا ناس، ونفس الحكايه في الانجليين برضه، ضلمه، بتضلم الفكر. فالنور ده، النور حلو، النور جميل، نورت، يسوع نور العالم،
وأنير الجميع، بيقول كده بولس، فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور. منذ الدهور السر ده مكتوب. ايه السر ده؟ ان ربنا للأمم، مش بس اليهود. يا سلام، هما اليهود ايه؟ اليهود الأمة اللي اتولد فيها يسوع. زي ما يقول مثل، اليهود عبارة عن الأمة اللي اتولد فيها منها يسوع. طبعا هو يهودي، هو يسوع يهودي، أبوه يهودي وأمه يهودية، فحسب الجنسية البشرية، هو طبعا مش بشري، هو مش بني آدم، لكن حسب الجنسية البشرية، أليس أبوه وأمه عندنا؟ أليس أبوه اسمه يوسف وأمه مريم جنسيته يهودي؟ لكن المسيح لم يأتي لأمه فقط ولا للأمة اليهودية فقط. اللي شالوا المسيح على الصليب دم كل العالم، فدى كل العالم، قدم الفداء عن كل العالم. أنا الأمم فداني المسيح، هو قال لي أنا صلبت لأجلك، قالها لي، ده اللي خلصني أنا. صح فعلا، طبعا صلب لأجل كل الناس. مثلا زي ما الأمة اليهودية جه منها المسيح، مريم العذراء جه منها المسيح، هل المسيح جه من مريم العذراء عشان يخلص مريم العذراء بس؟ لا طبعا، يعني ما يخلص يوسف؟ لا خلص يوسف. طب ما يخلص مريم الثانية أخت مريم العذراء؟ ولادها لهم يعقوب ويوحنا ويوسف وسمعان ويوسف، خلصوا. إيه ده؟ المسيح جاء للعالم كله، ينير الكل في المعرفة الحقيقية، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح. ده يسوع هو اللي خلق العالم كله، خلق الإنسان. يقول خالق بيسوع، يعني بيسوع المسيح، لأنه الله قال، قال الله، القال دي معناها المسيح، أنه هو الكلمة، المسيح هو الكلمة. قال الله ليكن نور، كافة كان نور. فالخلق بالمسيح، والإنارة بالمسيح، لأنه هو نور العالم. يا حلاوة على السر ده، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور. فين؟ في قلب ربنا. فالله خالق الجميع بيسوع المسيح. بولس الرب أعلن لي السر ده لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات. نلاحظ هنا أي حاجة طريفة جدا، يعني لو صحصحتوا معايا كده أسألكم تجاوبوني. السر ده ربنا أعلنه لمين؟ يعني بطرس الأول، وبعدين بطرس يعني اتلجلج ما قدرش يكمل، لأن كان كارنيليوس ربنا أرسله الأول، وبعدين بولس بعد كده جه في أعمال 9 بولس الرسول، بس قول خد السر ده ما عرفش إمتى، ونام في الإيمان لغاية لما صار رسول الأمم. جايز ما أعرفش، هل في لما كان وقع في غيبة في أورشليم والرب قال له تعالى أرسلك أمم بعيدا، فقال له لا، ده أنا هنا فاعليتي كبيرة، عشان أنا كنت حاضر استشهاد استفانوس، يعني عندي اختبار حلو هنا. قال له لا، يلا أبعتك. احتمال يكون وقتها جايز قبليها، جايز في العربية، جايز من أول ما آمن، ما أعرفش. سواء بطرس اتعرف الأول أو بولس عرف، لو مش مشكلة، مش دي المشكلة بتاعتها. لكن بعد ما السر ده أعلن لمين؟ للكنيسة. وبعدين يقول كده بولس إيه؟ لكي يعرف الآن، ده عدد كام؟ 10. لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. يعني هذا الإعلان وصل بقى للفوق، سمعوا وشافوا الخبر. إيه ده؟ الله مخلص الكل، الله مخلص الكل. يا لحكمتك يا رب، يا لحكمتك يا رب،
يا لنعمتك يا رب. لكي يعرف الآن دلوقتي، هو بيكتب رسالة أفسس، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماوات، ميخائيل وغيره وغيره، كل اللي فوق دول شافوا حكمة الله إزاي إنه خصص أمة ليأتي منها المسيح، وخصص ملك اللي هو داود ليأتي منه المسيح، وخصص الكرسي بتاع المسيح باسم اسم داود، وخصص الخلاص لكل البشر، ما عندوش تمييز بين واحد والتاني. ترنيمة جميلة، لو لم يحبني المسيح ما كان أشقاني، فداني ذاك الذبيح بدمه القاني، حسب ما أنا فاكر يعني. عجبتني امبراطورة، مش امبراطورة، هي ملكة، ملكة بريطانيا السابقة، افتكر اليزابيث الكبيرة، هي كانت مؤمنة حسب معلوماتي يعني، أنا طبعا لا شفتها ولا عصرتها. فكان في حرف عجيبها قوي في الإنجيل، في آية معينة، الآية دي اللي بتقول إيه؟ Not many will be saved، اللي هي ايه؟ ليس شرفاء كثيرون في المسيح خلصوا يعني. فجاء في الانجليزي not many، تقولت انا فرحانة قوي بحرف الام ده، ليه ستي؟ لو ما كانش ام تبقى not ايه؟ نوت اني، يبقى انا اللي شريفه مش هدخل ملكوت السماوات، يبقى ملوك مش داخلين، يبقى انا مش هدخل، لكن في ملوك هتدخل، انا واحده منهم يعني. صحيح هي فيها تعريف انها ملكه، لكن كمان فيها ثقه في دقه الكتاب المقدس، الحرف ده هو اللي خلصني، نوت مني، يا خلصت بناء على كلمه الله. طبعا يا بخت التناس الغلابة المساكين دول خالصين على طول، دول منهم الكثرة الكثيرة، ليس كثيرون شرفاء حسب الجسد، لكن ربنا اختار الفقراء والأدنياء وكل زبالة العالم لتكن اللي صيادين وغيره 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 عشان يكونوا منادين بمجده. كتاب مقدس عجيب جدا، وفكر المسيح عجيب قوي، لكي يعرف عند الرؤساء، كي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة. كأن السماء تسمع الكنيسة، ايه ده ايه ده الرب قال لكم ده؟ طبعا ما هي العروسة هي مرات المسيح، ما اللي هقول لكم انتم، بيقول الكنيسة، وكنيسة تصل للسماء. يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماوات بواسطة مين؟ الكنيسة. عن ايه؟ بحكمة الله المتنوعة. عشان كده لما يكون مؤمن خيبان يعر السماء، انا متأسف اقول كده، مؤمن قاعد في مجلس المستهزئين، انت بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ لكن مؤمن تقي، يا سلام، يعني اعجاب كل الكائنات السماوية، زي دانيال لما الملاك قالوا، قال له لأنك محبوب، كان قلب الملاك مليان بالتقدير، لأن عارف حب ربنا لهذا الإنسان، لأنك محبوب. في كتير من المؤمنين للأسف مش مظبوطين، العالم غويهم وغوي عينيهم وتعبهم، بيبقوا سبب وجع لربنا، لا تحزنوا روح الله القدس، بيحزنوا روح القدس ويطفئ الروح، ايه ده فيهم يعني، طفي خلاص، مش قادر يشتغل الروح، خلاص طفى، حطوا عليه مكيال يقيسوا مقاسات معينه، وروح القدس ما تحطش تحت المكيال، النور ما تحطش تحت المكيال، مالي على المناره عشان يضيء لكل الناس، تحطه تحت المكيال خلاص طفى. صحيح المؤمن بيخلص بس كما بنار، ايه انا لما اروح انا اكسب ايه في المشوار ده؟ ولا حاجه، خلاص خليني نايم،
يبقى موهبتك فين؟ يبقى خدمتك فين؟ يبقى حياتك فين؟ لكن في واحد قال أنفق وأنفق، يعني أدفع وأموت لأجل خدمة الرب، لو بولس الرسول. ربنا يدينا هذه القدوة في حياتنا. لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماوات بوصف الكنيسة بحكمة الله المتنوية حسب قصد الدهور. يعني ايه قصد الدهور؟ مش ناقصة كلمة يا رب ولا انت مش واخد بالك؟ ايه الكلمة اللي ناقصة اللي انا في بالي؟ يعني ايه الكلمة اللي ناقصة؟ يلا يا شطار قولوا لي ايه الكلمة اللي في بالي انا اللي شايفها ناقصة؟ هي مش ناقصة بس انا شايفها ناقصة. حسب قصد الدهور، ها؟ حسب قصد رب الدهور. انت بتشيل نفسك ليه؟ هي الدهور دي يعني ايه الدهور دي؟ الدهور ظهر ورا ظهر ورا ظهر ورا ظهر. شلت نفسك ليه من الموضوع؟ ما انت اللي بتمشي كل حاجة. نعم، بس انا عايز اقول لكم ان الدهور ماشيه بالنظام اللي انا حاططه لها، ما برجعش وراها لانها ما بتعكسنيش. الظهر ده يحدث كذا بالظبط، فاسمه قصد الدهور. لكن طبعا هو ربنا اللي حطه. قصده يعني انت يا بني ادم بتسمع كلامي زي الدهور؟ بتسمع كلامي زي الكواكب؟ بتسمع كلامي زي طيور السماء؟ تسمع كلامي زي حيوانات البرية؟ تسمع كلامي زي البرد أو ينزل ينزل؟ حسب قصد الظهور. الظهور بتسمع كلام الله، وكل ظهر بينفذ مشيئة الله بحسب قصد الله في الظهور. حسب قصد، هي بقى قصدها نفس قصد الله، حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. يعني الظهور شايفة إرادة الرب إيه في شخص المسيح وبتنفذها على طول، زي ما الكتاب المقدس لنا: كما أن عيني الجارية إلى يدي سيدتها هكذا عيوننا نحوك يا الله. أنت بس أشهر، مش تضربني بالقلم عشان أفوق، أنا باصص لك على طول، بس أشهر كده أعرف إنك أنت عايز كذا. دي هنا بالظبط الظهور بتعمل كده، حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. تفضلي. القصد ايه؟ هي مش فرقش كتير. ليه؟ لان الظهور هي عبارة عن اتمام الخطة الابدية، فالظهور الابدي تنفع صح ممكن جدا، او ظهر ورا ظهر لغاية ما نوصل للابد، يعني حسب قصد الزمان، سواء اخر الزمان هننتهي لايه، أو الزمن اللي احنا فيه دلوقتي هيكمل خدمته ازاي. لأن الظهور لا تستطيع أن تقول لا للرب، فهي صح جدا. يعني انت الترتيب الإنجليزي ده يوضح المعنى أكتر. نعم، ما هو الأبد يعني، ما الأبد يعني ظهر، آخر الظهر، نهاية الظهر، ظهر ورا ظهر ظهر إلى نهاية الظهر، نهاية الظهر اللي هو الأزلي. يعني هي كلمة مترجمة تعني الأزمنة، نهاية الزمن. مش أنت اسم عندك إيه بالظبط الكلمة؟ إترنال. غرض الله في الظهور. ماشي بتوضح أكثر برضو دي. يعني بس هنا إترنال بيربز يعني غرض الظهور بالظبط. وهنا القصد، ما هي نفسها قصد، هي البيربوز يعني ما فيش خلاف في المعنى، لكن في خلاف في الترجمة، وإن كان الاثنين بيزكوا بعض، يعني ما فيش في حاجة عكس تانية. إن الظهور دي بتنفذ مشيئة الله وبيربوز معين قطعا وضعه الله، والقصد أصلا وضعه الله، لكن لأجل طاعة الظهور جابها هنا في الظهور. حتى في برضه في الانجليزي بتاع الهرديق قصد ايه؟ The purpose of ايه؟ القصد الابدي. فنفس المعنى يعني، جايز في فرق شويه لكن مش كبير قوي.
حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. وممكن تعني أنه يعني مش ممكن الظهور هتخف ظهر ولا ربع ظهر، لأن لسه ما تمش القصد. فمجيء الرب محدد باللحظة الأخيرة اللي هيؤمن فيها آخر واحد مؤمن، والقصد الله المعدل للظهور هنا ستوب. ستوب إزاي؟ بالدينونة الأبدية، بأحداث النهاية اللي ذكرت في الكتاب المقدس في أكثر من سفر، منها دانيال، منها سفر الرؤيا، وأكثر من سفر حزقيال مذكور في حاجات كتير أوي مذكور فيها النهاية تكون إزاي. طيب بعد كل هذا بقى هنختم بالآية اللي جاية دي. احنا بنحاول نختم عند نقطة كبيرة، لأن ده يبقى يا موضوع تاني يا فكرة تاني هيكمل بيه بولس الرسالة. إيه بقى الآية الأخيرة؟ هناخدها آية 12. حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. يعني هو إيه عمل ربنا؟ ربنا عمل إيه في المسيح؟ قصد الظهور. فالمسيح قصد الظهور فيه، الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، صنعه في المسيح يسوع ربنا. فبعد صلب الرب قصد الظهور اشتغل على طول، ظهر ورا ظهر ورا ظهر ورا ظهر، دلوقتي 2014 لغاية لما تأتي النهاية. إيه بقى تفاعل الكلام اللي فات ده على الخادم يخدم يعمل إزاي؟ ناخد على بولس الرسول. بولس قال إيه؟ قال الآية اللي قبليها عشان نربط الكلام، حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به، بمين هنا بقى؟ بيسوع المسيح ربنا، الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. يعني الذي به يراه، فين نراها تاني؟ الذي به لنا جراءة. يعني إذا كان كل شيء محدد في المسيح يسوع حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح صار ربنا، وكل شيء محدد، أنا أخاف من إيه بقى؟ أنا كمؤمن أخاف من إيه؟ ممن أخاف؟ ده أنا بتمم قصد ربنا يسوع المسيح، قصد الظهور اللي في الرب يسوع المسيح. بفرض موت، طب ما يبقى قصد الظهور ان انا اموت، واللي بيتم مشيئه الله في حياته بالموت ده مكانه في السماء رهيب 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 رهيب. اخاف من ايه؟ لا اخاف اطلاقا، ما اخافش اطلاقا بولس. يعني اليهود كانوا هيموتوه وقال له، قال اوعظ، يقول الراجل اكلمه، الراجل تكلمه ازاي؟ كل الهياج ده يسكت ازاي؟ عمل كده بولس كله سكت. ايه ده؟ ايه ده؟ جريء جدا. ليه؟ لانه مدرك ان هو منقاد بالروح القدس، يريد ان يبلغ اورشليم هذه الرساله، لان هو في خدمته انه واورشليم ايضا. هذا لينا مختار امام ام وملوك وبني اسرائيل ايضا. فهو ده الوقت اللي بشر بني اسرائيل قبل كده كان في الدنيا كلها. لما اتقبض عليه فلازم يبشر. وقال الوعظة وقعدوا ساكتين، قرب اختمها قرب اختمها قصة التجديد، وسمعها كلها لغاية لما جه ان الرب قال له لا ما تقعدش في اورشليم، هلم ارسلك الامم بعيدا هاجوا. ايه ده؟ ده مجنون، ده مجنون، عشان دخل فيها الامم بس. ده مش امين، عايشين في الضلمة، ما عرفوش ان الامم شركاء في الميراث، ما عرفوش. ولغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي في طائفة مسيحية تعتبر نفسها هي المسيحية، الطائفة دي هي المسيحية، والباقيين دول زبالة البشر. جبتوه في الكلام ده؟ كذا عيلة، اثنين راجل ومراته متجوزين كل واحد من طائفة بس، ويروح لهم الراجل بقى اللي هو يعني
عايز يفسد حياتهم. جوازكم غلط. ليه يا سيدي؟ عشان انتم متجوزين من طائفتين. طب نعمل ايه؟ لا لازم انا اجوزكم، انا بس اللي اجوزكم. ليه كده؟ كنيستنا بتقول كده. طب كنيسة جابت الكلام ده من فين؟ عندنا حاجة اسمها تقليد، التقليد بتاعنا احنا بيقول كده. طب فينه في الانجيل؟ لا ما لناش دعوة بالانجيل. ما بيقولش كده، بس هو فعلا ملوش دعوة بالانجيل. الانجيل بيقول ايه؟ انتم جميعا واحد. انتم جميعا واحد، الانجيل بيقول كده. يكون الجميع واحدا فينا. طب يفهمها ازاي الاخ ده؟ قالوا له كده خلاص، ضربت دماغه على كده. اذا كان بولس يقول الامم واليهود حته واحده كيان واحد، لا لغايه دلوقتي لا، احنا المسيحيين مش كيان واحد. ربنا يرحمهم ويرحمنا معاهم ويرحمنا منهم. دي الضلمه اللي شغاله بحسب الطائفية المقيتة للمسيح. كم مرة قال أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. ده اللي بينادوا بيه مش بس الكنائس التقليدية والكنائس الإنجليزية كمان، كل واحد ليه تقليدها. رحمنا ربنا. طيب نختم بهذا العدد الذي به لنا جراءة، لأنه اللي عايزه ربنا فيه حيتم. وخدوم ما خافش، ما رجعش ورا ابدا. المسيحي عربيه بغير مارشريير ما يرجعش خطوه ورا. الصديق كشبل سبيل دائم التقدم، لنا به جراءة وقدوم لانه لا يخاف، لا يخاف شر ولا يخاف من انسان. اخرتها ايه؟ يموت، يا محلاها موته. سأرى الرب وسأوضع تحت المذبح، لأن ده مكان اللي بيموتوا لأجل الرب في خدمة الرب. لنا به جراءة وقدوم بإيمانه، يعني بإيماني بشخص المسيح الكامل الإيمان، لأن ده يحتاج تقوية إيمانية للإنسان إنه يعمل كده. لو بيدور على نفسه يهرب زي ديماس، تركني إذا حب العالم الحاضر. لكن لو إنسان مسيحي حقيقي مؤمن بشخص المسيح يتبعه إلى النهاية. اتبعني أنت، زي ما قالها ليوحنا لما بطرس غار منه، اتبعني أنت. وقالوا أنت مالك؟ وفي الآخر اداله الخلاصة، يعني قال له أنك أنت يا أما تشيخ يسوقك إنسان إلى حيث لا تشاء، بس عليك انك تتم خدمتك. وفعلا بطرس ربنا انعم عليه باتمام خدمته، وفعلا تمت النهايه اللي ربنا كلمه عنها انه بيها يمجد الله. فاي واحد يمجد الله في حياته وفي موته، فاعلى من كده حاجه؟ اعلى من كده حاجه؟ يوحنا مجد بحياته حلو مش وحش، واللي بيتم خدمته بيبقى برضه في مكان ممتاز جدا في الابديه. فلابد أن احنا نحرص أن نكون في هذا المكان الممتاز. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن عندي. ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين 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 آمين. هاليلويا.